وفي مثل هذا اليوم صادف بداية سنة 25 و300 للهجرة الموافقة لسنة 36 و900 ميلادية. وذكر حجاج الأندلس خبر وفاة الأمير يحيى بن موسى بن ذي النون. أصله من هوارة من البربر، كانت له إمارة في الأندلس، أظهر الطاعة للخليفة الناصر الأموي أول ولايته، ثم خرج عليه وبدأ يقطع الطرق ويسلب الناس. وجه إليه الخليفة الناصر جيشا قبض عليه وأرسله إلى قرطبة مع أهله وولده، ثم صفح عنه وعينه مع قادته فغزى معه سرقسطة وتوفي في تلك الغزوة. وذكر حجاج الأندلس خبر بدء الخليفة الناصر الأموي بتأسيس مدينة الزهراء، وكان قد اختار لها موقعا جميلا حصينا عليل الهواء في ضواحي قرطبة، وسخر لبنائها الأموال والرجال، وكان يدخلها كل يوم 6000 صخرة من الحجر المنحوت، وجلب إليها الرخام من أقطار الغرب والملون من أفريقيا والحوض المذهب من قسطنطينية، كما بنى فيها بحيرة ملأها بالزئبق، وكان بسورها 300 برج، وخصص ثلثها قصورا للخلافة وثلثها للخدم وثلثها بساتين، وكان ينفق عليها ثلث دخل الأندلس، وقيل إنه كان يعمل فيها 1000 صانع مع كل صانع 12 أجيرة. وقد ذكرها الشاعر ابن زيدون بقوله: إني ذكرتك بالزهراء مشتاقة، والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا. وذكر حجاج بغداد أخبار صراع القادة والمتغلبين على النفوذ في الدولة العباسية. ففي هذه السنة قام الوالي أبو عبد الله البريدي ضامن خراج الأهواز بمنع الخراج عن الخليفة الراضي العباسي، فوجه إليه الخليفة جيشا بقيادة بجكم الراقي أمير واسط، فتغلب على البريدي واسترد الأهواز، فاستنجد البريدي بعماد الدولة البويهي الذي أرسل أخاه أبا الحسين أحمد بن بويه، فاسترد الأهواز وأعادها للبريدي، فقام أمير الأمراء محمد بن رائق بمصالحة البريدي وأخذ كتابا من الخليفة بالرضا عنه، فغضب القائد بجكم وقرر العودة إلى بغداد. وفي مثل هذا اليوم من سنة 57 و500 للهجرة الموافقة لسنة 61 و100 ألف ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات بمكة المكرمة. خارطة العالم الإسلامي. ابتدأت هذه السنة والخليفة في بغداد، والمستنجد يوسف ابن المختفي ومقره بغداد، وكانت خارطة العالم الإسلامي تضم العديد من الدول: دولة الموحدين في المغرب وشمال إفريقيا والأندلس، وعليها أبو يعقوب يوسف الأول المؤمني، دولة الخلافة الفاطمية في مصر وعليها العاضد لدين الله الفاطمي، دولة الزنكيين في الشام وعليها نور الدين محمود الزنكي، وفي المشرق كانت الدولة الغورية في الهند وعليها غياث الدين محمد الغوري، دولة خوارزم وراء النهر وعليها أرسلان بن أتسز الخوارزم شاهي، وكان ركن الدين ألب أرسلان بن طغرل الأول السلجوقي على دولة سلاجقة العراق، وعز الدين قلج أرسلان الثاني على دولة سلاجقة الروم، وكان ياغي أرسلان الدانشماندي أميرا بسلاجقة الروم على سيوس بتركيا. إمبراطورية الروم البيزنطية. وخاضت الإمبراطورية في هذه الحقبة صراعات مع النورمان والبلغار والصرب، إضافة إلى بعض الثورات. في سنة 583 للهجرة انتصر السلطان صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في معركة حطين واسترد بيت المقدس، فدعت روما لحملة صليبية ثالثة اشترك فيها كل من ملك فرنسا فيليب أغسطس وملك بريطانيا ريتشارد قلب الأسد وملك ألمانيا فريدريك بربروسا، فسلك البريطانيون والفرنسيون طريق البحر، واحتل ريتشارد جزيرة قبرص فيما سلك الألمان طريق البر،
وتشاء المصادفة أن يقع فريدريك عن جواده ويموت غرقا في نهر صغير، ويختلف القادة في المتابعة من عدمها، فينقض السلاجقة بقيادة قلج أرسلان الثاني على الألمان ويقضون على معظم جيشهم. في تلك الأثناء هاجم أليكسيوس الثالث أخاه الإمبراطور إسحاق وسمل عينيه وسجن ونصب نفسه إمبراطورا على بيزنطة. لجأ الأمير أليكسيوس ابن الإمبراطور إسحاق أنجيلوس إلى زوج أخته فيليب ملك ألمانيا وطلب منه ومن الحملات الصليبية مساعدته في استعادة العرش. وفي سنة 600 للهجرة جاءت الحملة الصليبية الرابعة، لكنها بدلا من أن تتجه إلى مصر هاجمت القسطنطينية، ففر أليكسيوس الثالث ونصب أليكسيوس الرابع، لكنه لم يفي بالتزاماته المالية للصليبيين فأقالوه وعينوا مكانه الكونت الصليبي بلدوين. أدى ذلك لتفتيت الإمبراطورية البيزنطية، وظهرت إمارات كمراكز ثقل ومقاومة، إمارة فينيقيا بزعامة ثيودور الأول لاسكاريس، وأخرى في أبيرس بزعامة يوحنا أنجيلوس. وفي سنة 657 للهجرة انتقل الحكم إلى أسرة باليو لوجوس، وتولى ميخائيل السابع الحكم، وبدأ عهده بانتصار كبير على القوى المتحالفة ضده، ثم استطاع استعادة القسطنطينية سنة 659 للهجرة. وفر منها الملك الصليبي بلدون الثاني، وشرع ميخائيل في محاولة إعادة تجديد العاصمة وإعادة تفعيل دور بيزنطة السياسي والاقتصادي والعسكري. وفي مثل هذا اليوم صادف بداية سنة 62 و800 هجرية الموافقة لسنة 57 و400 و1000 ميلادية، وفاة العالم الأديب ابن مبارك شاه. في هذه السنة توفي العالم الأديب أحمد بن محمد بن حسين اليشبكي المعروف بابن مبارك شاه. ولد في القاهرة سنة 806 للهجرة، تعلم على علمائها وسمع الحديث وحصل علوم اللغة والأدب فبرع فيها وتميز. درس الطلاب وخاض محاورات مفيدة مع أكابر العلماء، له مصنفات عديدة منها تعليقات وشروح في الحديث والقراءات وأسباب النزول، إضافة إلى مجموعات متفرقة في الأدب والإخبار أشهرها مجموعته السفينة. توفي عن عمر ناهز 55 عاما. وفاة الخليفة القائم بأمر الله العباسي، من خلفاء الدولة العباسية الثانية بمصر. ولد سنة 91 و700 للهجرة، بويع بالقاهرة بعد وفاة أخيه المستكفي، كانت في لسانه حبسة تمنعه عن سرعة الجواب. اختلف مع السلطان المملوكي الأشرف إنال سلطان مصر، فلم يستطع الرد على اتهامات ينال بسبب علة لسانه، فخلعه سنة 859 هجرية وسجنه بالإسكندرية. بقي في سجنه إلى أن توفي أيام السلطان الظاهر جقمق عن عمر ناهز 69 عاماً.